نبدأ أولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أحرق بشار الأسد، اللهم سلط عليه الغلاء والبلاء والوباء، اللهم جمد الدماء في عروقه، اللهم سلط على جسده السرطان، اللهم احرق بدنه، اللهم لا تمته حتى يرى الخزي والعار والذل أمام الجميع. اللهم أحرق جسد ماهر الأسد، اللهم اكتب عليه الذل في الدنيا والفضيحة في الآخرة. اللهم عليك بآل الأسد جميعا، وعليك بأعوانهم، وعليك بأنصارهم، وعليك بهذه الشرذمة النجسة الكافرة. اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أحرق أجسادهم، اللهم إنهم عملاء اليهود فاقض عليهم، اللهم لا تبق منهم أحدا. وأقول لأهل سوريا، لن تكونوا رجالا بحق إذا لم تقتصوا من هؤلاء بعد انتصاركم. لن يكتب لكم التاريخ حقا أبدا إلا إذا انتقمتم من هؤلاء المجرمين العابثين الكافرين. يا أهل سوريا، جاهدوا الكافر هذا بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، إنه جهاد مقدس. يا أهل سوريا، اعلموا أن جهادكم لهذا الكافر مقدم على جهاد هؤلاء اليهود. ولهذا قالها ابن تيمية رحمه الله أن النصيريين أكفر من اليهود والنصارى، أكثر الطائفة التي معه. يا أهل سوريا، أقول لكم في النهاية، اعلموا أن جهادكم فرض عين ضد هذا المجرم الكافر وضد أهله، وستنتصرون، وآنت النتيجة بإذن الله. يا أهل سوريا، لا تأخذكم رأفة ولا رحمة بهذا الكافر. يا أهل سوريا، لقد رأيتم العدو الحقيقي. إن عدوكم الأول هو بشار وأسرته. يا أهل سوريا، أقول للنساء، عليكن بالجهاد، حتى وإن استطاعت المرأة أن ترمي كافرا من هؤلاء بحجر فلترمي، ولا يستأذن العبد سيده، ولا يستأذن الولد أبويه، بل اقتلوا الكفار هؤلاء حتى تطهروا الأرض من دنسهم. عن شيخي بارك الله.